خد ثواب الزكاة أو الصدقة أو الصدقة الجارية، شارك في حائط الشفاء، خلد اسمك أو اسم أسرتك أو اسم اللي غالي عليك على حائط الشفاء بقسط شهري 420 جنيه، أو خلد الاسم الغالي عليك على غرفة خدمية إدارية بقسط شهري 1620 جنيه، غرفة خدمية طبية بقسط شهري 2025 جنيه، غرفة الإقامة بقسط شهري 2430 جنيه. بزكاتك أو صدقتك أو صدقتك الجارية اعمل خير بالتقسيط أو تبرع بسهم ب 300 جنيه أو باللي تقدر عليه عشان صعيد بلا سرطان إن شاء الله. واختار المستشفى اللي هتتبرع فيها، المستشفى رقم 1 مستشفى شفا الأرمان لسرطان الكبار بالصعيد، المستشفى رقم 2 مستشفى شفا الأرمان لسرطان الأطفال بالصعيد.